هذا مجتهد، هذا كسول، كاع دوك الالقاب وكاع دوك الناس اللي كيهضروا خصوصا حتى العائله ديالكم ولا الاساتذه ولا اي واحد كيقول لك بانه انت ما ناجحش، اتزوبوا حاجه واحده، عمر النجاح الرجل الناجح ولا المراه الناجحه ما عمرها ما كانت حيت كتجيب 18 على 20 في الماط ولا في الفيزيك والسيكس. يا ما شفنا الناس عندهم 18 و20 على 20 وخرجوا موظفين عادي مساكن باقي دابا كيكافحوا، ويا ما شفنا داك الدري اللي كيكون جالس في قنت في الخارج في لاصال ولا في القسم و تيقول ليه الاستاذ داك اللي دابا طالب معاشو كيقول ليه شتي انت غتفرز الزيرو، انت ما عادش كيصدق هذاك داري وزينات مخدم دكاتره ومحاميين واساتذه اللي حسن اصلا وقارين حسن من داك الاستاذ براسو اللي جا كيعير فيه.